اليوم العراق يمر بظروف استثنائية وحرجة وصعبة بنفس الوقت، وبسبب سوء الإدارة والتخطيط للحكومات المتعاقبة ما بعد 2005 التي بنيت للأسف على المحاصصة الطائفية السياسية التي ولدت لدينا ثلاث آفات هي الإرهاب والفساد والطائفية. اليوم نرى بأنه هناك متظاهرين سلميين يطالبون بمطالب مشروعة حقيقية تتجسد في أولا تعديل الدستور، ثانيا إجراء انتخابات مبكرة بسبب فشل الانتخابات الأخيرة وعدم خروج المواطن العراقي لها، كان هو رسالة بأنه هناك نقمة شعبية مؤجلة من الشعب العراقي ظهرت في يوم 11. هذه المطالب المشروعة والسلمية لابد أن تتلقى الأذان الصاغية من الرئاسات الثلاث ومن الحكومة ومن القوى السياسية بأن يكونوا بحجم ما يعانيه الشعب العراقي وليس بحلول ترقيعية آنية. وكذلك نطالب بأنه لابد أن يكون هناك كشف حقيقي لقتلة الشعب العراقي في هذه التظاهرات السلمية. طبعا بالتأكيد هذا شيء مرفوض، الإعلام هو الصوت الحر لكل عراقي، فلا بد أن يكون هناك اهتمام بالجهات الإعلامية وليس حكر عملهم وتعقيد وصولهم إلى الأماكن الذي يريدون تغطيتها، لأنهم عين الصواب وعين الحقيقة. وعليه نطالب الحكومة العراقية بكل رئاساتها بأن تكون هناك تعامل خاص واستثنائي للإعلاميين العراقيين لأنهم صوت العراق وصوت الحقيقة. المظاهرات اللي راح تحصل يوم الجمعة القادم إن شاء الله يوم 25 هي استمرار للمظاهرات اللي كانت قبل أسبوعين. الشباب اللي طلعوا كانت مظاهرات عفوية غير مسيسة نتيجة الضغط والكتم، جوع ومعاناة الشباب، خاصة شباب الطاقات المعطلة. عندنا خريجين كليات الهندسة، خريجين تربية، تعيينات ماكو، يعني شاب عمره 20 سنة استشهد، لقوا بجيبه 1000 دينار. ايش تتوقع من هيجي كتم وهيجي اضطهاد وبطالة ايش راح تكون نتيجتها؟ هذا الضغط ولد الانفجار. طبعا لازم يكون تعتيم وتكتيم على الإعلام حتى لو يوصل صوت الشباب للخارج وللأهالي وللناس وللشعب. انت من تكون مظاهرة في احدى المدن، هل تتوقع أن الحكومة من مصلحتها أن تنتشر شرارة المظاهرات إلى باقي المدن الأخرى؟ ولهذا يكون تعتيم، قطع الإنترنت، قطع الاتصالات حتى لا تتسع شرارة الانتفاضة. المظاهرة هي إن شاء الله مستمرة وراح تكون وتكون بقوة، قوة الشعب العراقي، قوة إرادة الشعب العراقي، لأن هاي فرصة حقيقية، لأن هاي مظاهرة بيور انتفاضة حقيقية للشباب العراق. يعني سميها ثورة، الناس تسميها ثورة، الناس تسميها انتفاضة، الناس يعني أنا بالنسبة لي أسميها انتفاضة. وكمتظاهر مصاباني وجريح وشاركت فيه، وكوني يعني مو مقيم في العراق، مقيم خارج العراق في هولندا، فجيت كزائر وشفت بغداد بعد 14-15 سنة، شفت بغداد بهالطريقة هذه، بهالبؤس، بهالتنظيم الفاشل، يعني لا شوارع ونظام، النظام يبدي من الشارع الحقيقي، أمان المواطن يبدي من الشارع. فهذه نقطة يجب أن ينتبه لها من يعتلي السلطة، من يعتلي الحكم. ليش هذا؟ وين الديمقراطية؟ هي الديمقراطية مولتنا اللي نادي بها وجينا بها؟ بهالطريقة هاي الدولة تقام، دولة تقام على أسس حقيقية، ديمقراطية حقيقية، حرية الرأي. تعلمنا احنا وثقفنا، لازم نثقف احنا هذه الأهداف. ليش نشتماني؟ ليش أقتل؟ ليش أقتل بقناص مجرد ظاهرة سلمية؟ ليش؟ ليش تسمح للدول الخارجية تتدخل بحقوقنا؟ ليش؟ وهاي الموصل راحت هباء منثورة بهالطريقة هاي. خرجنا داعش الحمد لله والشكر، هدمت بيوتنا، وين البناء؟ وين الأعمار؟ وين احنا كمنظمات بالخارج عراقية وهولندية ومشتركة عراقية هولندية، بعثنا مساعدات لهالموصل والمخيمات اللي في دهوك واربيل. ان شاء الله المظاهرات القادمة يوم 25/10 تكون سلمية 100%، لان هناك مطالب، ومطالب مشروعة، مطالب كفلها الدستور، مطالب من حق أي مواطن في كل الدول
أي مواطن عنده حقوق، السكن، التعيين، الأكل، الشرب، الخدمات. الضرب هو أنا أتوقع أنه وحسب رأيي أنه هذا فشل، أنه من تكون أنت فاشل تضرب بس ما تعرف وين راح تكون الضربة، فهم من اللي يضربوا. والاعتداء إذا على إعلامي أو مواطن عراقي هذا غلط، لأن يعني هو ضرب أخوه. وبعدين التظاهر هو مسموح بالدستور أصلا، الإعلامي صوت الحق، صوت الحقيقي، فلهذا يضرب أول واحد في التظاهرات. فنتمنى أن تكون هناك جهات تدافع عن حقوق الإعلام والصحافة، نتمنى وإن شاء الله العاقبة خير وراء 25 10.